عدنا والعود أحمد. مساءكم سعيد، ونحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيكتوري 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 فيكتوار pour les chers militants, les anciens. Seulement, exceptionnellement, نرفع شارة النصر عالية دائما للأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات في هذا البلد الآمن الآمن من طنجة إلى الجويرة، فقط لا غير. الشلاهبية فليذهبوا إلى المكان المخصص لهم ولا يهمنا أمرهم. دائما نعتذر من الإخوان والأخوات الشرفاء والشريفات الذين يساندوننا ويدعموننا وساندونا ودعمونا في وقت محنتنا حتى أوصلنا المظلوم إلى من يهمهم الأمر. المظلومية التي تستر عنها الجميع، جميع الظلامة ستروا عن الحقيقة وأخفوها عن الوزير الوصي، عن القطاع السيد أمزازي آنذاك، واسمع السي شاكب بن موسى، ماشي تتتل من بعد تخرج لينا شي مرسوم ودير لينا شي حاجة اللي من بعد تقول لنا ما كنتش لم يكون بعلمي. ولكن أعرف أن هذه المرة وضعت خارطة الطريق، الملفات كلها اللي ترصدت يعني تمت برمجتها خلال 4 سنوات 2022 إلى غاية 2025 فقط. هذيك البلبلة اللي دايرين وهذاك الأم إلا من أجل ترتيب الأولويات والمصالح ديالهم، باغيين يسبقوا الملفات ديالهم هما الأولين. قريشين راه مداش. ما نعرف أن هناك ملفات ستعالج في النظام الأساسي الجديد الذي كان موضوعا منذ 2014 في الرفوف، في الرفوف. ف المرسوم الجبان ديال جوج 19504 الذي جاء إقصائيا تفييئيا تمييزيا بامتياز، فهو مرسوم باطل لأنه قام على معطيات باطلة، وذلك بشهادة وباعتراف السيد الوزير السابق سيد أمزازي عندما أوصلنا إليه المظلومية. قال صراحة بأنهم أخبروني بأن الملف بدأ من 2012 فقط، هادشي اللي قالوا ليه. وبناء على الاقتراحات التي جاءت بها النقابات قمت بالحل الذي جاء به المرسوم جوج 19504. انتهى الكلام، نقطة إلى الصفر، نقطة إلى الصفر وليس إلى السطر. إذن فالمظلومية اللي تم اصطلاح عليها ضحايا النظامين، أن في الأول من يهربوا الملف، من يهربوا الملف ذاك اللي ملقوا من يديروه، جابوه من وجدة من المنطقة الشرقية، والجميع يعلم لماذا. ودار لجنة وهرب الملف، هرب الملف وبقات ينتظرهم في 2012 حتى لحقوا عليه دوك صحاب الزنزانة التاسعة اللي هو اللي كان سبب باش تأخروا في الترقيات ديال هذوك اللي بقاو في الزنزانة التاسعة. كاين اللي كان غادي يدوز في 2003 ولا ما دايز 2008 2009، هادو اللي بقاو خدامين.
تل 2007 اللي بداو تيدوزوا ب 10 سنوات، 10 10 سنين، 11 12، في الوقت اللي كان خاصهم يدوزوا به 6 سنوات فقط، وفق المادة 112 هرب الملف وجابوه لهم من 2012. تحت عباءة القابعين في السلم العاشر، انتظروا انتجوا عنده وداروا القابعين السلم العاشر، من ما طالتش عليهم هذيك الحيلة وعطوهم استشارة، قالوا لهم قسموا حيدوا هذوك الزنزانة العاشرة، ردوهم هما ديال 95 اللي تخرجوا بالتاسع، من 2000 من 95 حتى 2005 الملف ديال العاشر، هما اللي ولاو زنزانة عاشرة، وعطاوهم هما الاسم او المسمى ديال ضحايا النظامين في مكاتا 85. غير ان هذا الملف، يعني اذكر المصالح الاداريه اللي باقى الان، هم اللي من 2003 هم اللي جابوا لنا التراكمات، باقي الان للمصالح الإدارية بصفة عامة، والنقابات نفس الشيء، النقابات اللي كانت في 2003 راهم اللي باقي الآن. هما اللي جابوا هذيك التراكمات، هما اللي جابوا هذاك الإقصاء، ديما تيقصوا الفئة التي تكون أكثر ضرر، ما تتهمهاش هما، تهمهم الملفات اللي تخدم القواعد ديالهم والأتباع ديالهم. هاد الملفات كلشي اللي باقيين دروك، هادو اللي ولاو متصرفين ولا مشاو للاداره التربويه او اسنادهم من السلاك اللي غيروا الاطار اللي تي يعني المكلفين خارج اسلاكهم او سلكهم الاصلي، وبزاف بزاف بزاف الشواهد، الدكتوراه الى اخره، استافدوا اكثر من كي اللي استافد ثلاث المرات اربعه. هادو هما اللي استافدوا الاصل، هما اللي على الانقاض ديالهم، على الانقاض ديالنا حنايا، خداو الاونز في 2003 2004 2005، جاو هذاك الامتياز وسمحوا في كل شيء، ديك المكتسبات اللي ضربوا الناس، ضربوا عليها العرق ديالهم وتكرفصوا عليها وناضلوا عليها، دخلوا عليها الحبسات، تشردوا، تنقلوا التنقل التعسفي الى اخره، صافي من ولات التمثيليه النقابيه ولاو تيتحكموا في كل شيء، والاحزاب كل حزب داير ذراع نقابي ديالو، شكون اللي تياكل الدق تياكلوه حنا. اذا هذا الملف، هذه المظلوميه اللي سموه ضحايا النظامين، ما كانتش عندها واحد تشخيص، لم يقومون بتشخيص الوضعيات، هذه الوضعيات اللي كاينين بحال هادو اللي دازوا، هادو اللي داروهم ضحايا من 2012 ل 2018 كمتقاعدين ورقوهم، لم يكون هناك تشخيص موضوعي تقني حقوقي قانوني نهائيا. ف جينا نديرو تشخيص لهذا الملف، الضحايا، الاعتراف بالضحية، كيف تم الاعتراف بالضحية ومن هو الضحية. إذا الضحية خاصو يكون متضرر من المرسوم ديال 2003 و85، وأيضا من المراسيم اللي جات بين 1985 و2003، وبين المرسوم ديال 2003 حتى المرسوم اللي نزل الجبال الجائر اللي جابوه الازلام ديال جوج 19504، كل من ساهم في هذاك المرسوم جوج 19504 فهو خائن يعني للقدماء المعلمين اللي تقساو، سواء اللي باقي بالحياه سواء اللي ماتوا، اللعنه ديال هذوك غادي تلاحق كل من تسبب في اقساء الاصل ديال المظلوميه. نديروا بعد تشخيص يعني بناء عن الاحصاء، من تحط هذاك الملف على طاوله الحوار
كان الشرط الاول هو ان يكون متوظف بالثامن. اول راه كان غير الثامن، خريجي مراكز تكوين المعلمين، كانوا تيقولوا خريجي السابع والثامن. ونشوفوا شكون اللي كان جد متضرر، وعلاش هذيك الماده 115 و 112 جات في 2003. وعلاش ما استافدوش من هذيك الفئه في ديال اللي توظفوا بالسابع وبالثامن، خصوصا اللي توظفوا بالثامن في 2007 في 2003، علاش ما استافدوش منها؟ نشوفوا الفئه اللي هذه ردوها ضحايا النظامين. توظفوا مدررين مؤقتين، ترسموا في السابع، ترتبوا في السابع، دازوا الثامن التاسع العاشر 11، وعطاهم 11. شوف شحال من مره، اربعه او خمسه المرات دازوا. استافدوا من الماده 112 ابتداء من 2003، دازوا بست سنوات واستافدوا من الماده 115، وباقيين رادين شي وحدين، باقيين ترقاو وباقيين رادين لانهم تيحشموش. وداروا تاني الاحصاء، اولا السابع والثامن اللي كانوا دايرين الخريج، داروا تاني السابع والثامن، لان كان تدخلات. ما راه عارفين الملف كيفاش طبخ من الاول. داروا الاحصاء ديال المرتبين في كانت المره الاولى اللي خريجي السلم الثامن اللي توظفوا بالبكالوريا من 80 ل 86، عاودوا ضافوا ليهم اللي ترتبوا من 72 حتى ل 79 في السلم السابع، 55978 مزاول بمن فيهم المحامون على التقاعد والمتوفون رحمهم الله. في 2012 من زاهد بن كيران هذا الفقيه اللي جا دابا والباقي تاني راجع تيدير لنا داك الشكل في العقلي، وراه هو اللي خربه وجلس على تله وقف الترقيه بالاطار الرجعي، تخلصوا من المتقاعدين كلهم حوالي 16716. وخلوا غير المزاولين في 2012 وبقاو غاديين حتى 2015. هو يخرج لهم داك الشيء من الجنب الاخر، داك الشيء كان مدروس ماشي جا من الفراغ، وتخلصوا من المتقاعدين قبل من 2016 وبقاو المزاولين من 2016، ومساو تاني المزاولين حتى 2019 ولاو متقاعدين. ورغم ذلك كانت هناك يعني ايادي خفيه عاود دخلت المتقاعدين فقط غير من 1/1/2016. هذا الشيء راه قلناه قبل تنقولوه اون بريف. ولاو هادو اللي ما كانوش متضررين من المرسوم ديال 2000 و 2003، لانهم دازوا استافدوا من الماده 112 في المرسوم ديال 2000، وعاود ثاني عطاوهم المرسوم 2019 504، عطاوهم سنوات اعتباريه، وكاين اللي ترقى وباقي رادين وقال لك باغيين يجنبوا الاصلاح المقياسي في الوقت، لان الاصلاح المقياسي يشمل جميع موظفي الاداره العموميه، بغاو يديروا لهم هما استثناء. اما اللي تقاعد قبل من 2012 هادوك كانوا ما حاصلينش، ما هضروش عليهم، ما دخلوهمش، حوالي 10200 ما ذكروهمش نهائيا، وتعسفوا في حقهم وغبروا اللوائح ديال